أولا، كنغرو الشجرة هو جنس من الثدييات الجرابيات يتبع فصيلة الكنغاريات، يكثر تواجدها في الغابة الاستوائية في بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق كوينزلاند وبعض جزر المنطقة. تعتبر إحدى الأجناس المهددة بالانقراض بسبب الصيد وتدمير الموائل. يضم حوالي 12 نوعا، ويذكر أن كنغر الشجر يتراوح وزنه بين 6 إلى 7 كيلوغرام. ثانيا، كاسر العظام نوع من طائر النسر لحم كبير الحجم، شبيه إلى حد ما بنسر العلم القديم، يوجد في مرتفعات غرب ووسط آسيا وشمال وشرق إفريقيا. يتراوح طوله بين 100 و 115 سنتيمتر. على عكس معظم النسور فهو لا يأتي أصلع الرأس. على الرغم من أن النسر مهدد داخل نطاق أوروبا، إلا أنه ما زال يتواجد بكثرة في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، والشائع نسبيا في هذه المنطقة، وهي مدرجة ضمن الأقل قلقا من قبل الاتحاد الدولي والهيئة الدولية للطيور، على الرغم من وجود دلائل على انخفاض أعداده. ثالثا، قنفذ البحر المكسيكي. توجد هذه البرمائية الصغيرة في بحيرات أمريكا الوسطى، وكانت على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض منذ عام 2010. ووفقا لدراسة حديثة في عام 2013، لم يعثر على أي منها في أي مكان في البحيرات. رابعا، تمساح الجاريال. يوجد منها أقل من 235 تمساحا، معظمها في شبه القارة الهندية. يمكن أن يصل طولها إلى 20 قدما ووزنها إلى 350 رطلا. انخفض عدد هذه التماسيح إلى 2% من عددها الأصلي بسبب الصيد الجائر. خامسا، قرود سنوب نوزد. توجد هذه القرود في آسيا في المناطق التي تقع على ارتفاع يزيد عن 13,000 قدم. نادرا ما يمكن مشاهدتها الآن بسبب إزالة الغابات والتي أدت إلى القضاء على الكثير منها. سادسا، ظباء السيجا. هذا النوع من الظباء مهدد بشكل كبير جدا بالانقراض، وهي تعيش في سهول الأوراسية، ولكن بسبب فقدان بيئتها الطبيعية والصيد الجائر لم يتبقى منها سوى بضعة آلاف على قيد الحياة. سابعا، ببغاء الكاكابو. هو الببغاء الأكثر بدنة في العالم، كما أنه لا يطير. يعيش هذا الببغاء في نيوزيلندا، وهو مهدد من الانقراض بسبب جلب القطط للجزيرة، فلم يتبقى منها سوى حوالي 128 طيرا فقط.